لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. أنست نور الله جل جلاله، ومشيت حيث مشى النبي وآله، وبلغت أحسن ما تمنى مسلم وأعز ما يسمو إليه خيله، مكنت من حظي فليس بشاغلنا إدباره عني ولا إقباله، من يختم سفر الحياة برجعة لله طاب ختامه ومآله. بهذه المعاني سيستقبل حجاجنا الميامين بيت الله الحرام، حيث عرف موسم الحج هذه السنة تعديلات كثيرة، ولاقى استحسانا كبيرا من قبل الحجاج الذين أبدوا ارتياحهم، حيث تم الإشراف على توديع أول دفعة للحج هذه السنة بمشاركة لأعضاء البعثة الطبية الذين تم توزيعهم على مختلف الرحلات المبرمجة انطلاقا من مطارات الجزائر، العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، وورقلة. مجموع الرحلات 108 رحلة موزعة على هذه الخمس مطارات: مطار العاصمة 46 رحلة، ومطار وهران 19 رحلة، مطار قسنطينة 17 رحلة، أما مطاري عنابة وورقلة 9 رحلات لكل منهما. رحلات ستقل 28,800 حاج وحاجة جزائرية. الانطلاقة تبدأ من هذا اليوم 26 من شهر أوت، ويكون آخر فوج يغادر أرض الوطن يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل بإذن الله عز وجل. وكان في توديعهم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وزير النقل، وزير الصحة، وسفير المملكة العربية السعودية بالجزائر. فالناس الذين يذهبون إلى الحج هم ضيوف الرحمن، ناداهم صاحب البيت واعتبرهم ضيوفا عنده، سمعوا بقلوبهم نداء سيدنا إبراهيم الخليل وقد ارتقى على جبل أبي قبيس ينادي في الناس امتثالا لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ها هي أفئدة الجزائريين تهب إلى الحج رجالا ونساء، إطارات وتجارا، متعلمين وغير متعلمين، ليس لهم من هدف إلا نيل قراء الله تعالى. وفي كلمة توجيهية دعا فيها وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الحجاج وأعضاء البعثة إلى ضرورة الحرص على تشريف الراية الجزائرية وحسن تمثيل صورة الإسلام النظيف المعتدل والمتفتح. يراد للإسلام أن يظهر بأنه دين الجهل، يراد للإسلام أن يظهر بأنه دين العنف، ينبغي أن نعطي صورة ناصعة عن الإسلام. هذه مهمة تقع على الجزائريين قبل أن تقع على غيرهم، لأن الجزائر ولله الحمد وبفضل جهود الدولة ووعي المجتمع الجزائري والشعب الجزائري فوت الفرصة على هؤلاء الأعداء، وما زالت الجزائر تعتز بدينها وبوطنها، تعتز بإسلامها وتعتبره صمام الأمان والكلمة الجامعة والقوية التي تقوي الشعب الجزائري. وتعتبر الجزائر دولة نموذجية في التكفل بحجاجها، حيث تم هذه السنة محاولة تذليل كل الصعاب التي كانت تواجه الحجاج سابقا من خلال تأجير أحسن الحافلات والعمائر القريبة من المشاعر وتقديم وجبات مجانية. مختلف التوجيهات المتعلقة بإسكان الجزائريين بالفنادق القريبة، حيث تمركز حجاج الجزائر هذا الموسم بمنطقة أجياد السد وأجياد بير بليلة وأجياد المصافي، لأن هي أماكن قريبة من الحرم، تبدأ من مسافة 320 متر إلى 950 أبعد نقطة عن الحرم. هذه الفنادق فيها من الفنادق المصنفة 4 نجوم وخمس نجوم، إضافة جديدة للحاج الجزائري هذه السنة وهو التعاقد على خيام حديثة بمشعر عرفات بصفة خاصة، تكييف صحراوي، إعاشة وهي مساهمة من الدولة.
فالحج ليس سياحة واستجمام، بل حكمته في المشقة التي تقع على رأس الحاج. ولذلك عمدت دولتنا إلى توفير كل العناية اللازمة من الأطباء وأعوان الحماية والأئمة المرشدين، تجعل من الحاج لا يعيش مشقة ولا تعبا زائدا. أن الله تعالى اختار هؤلاء الرجال وهاته النسوة أن يكونوا من ضيوفه. الشرف الثاني هو أن نختار هذا الرجال وهاته النساء من الحماية المدنية، من الأئمة وإطارات الشؤون الدينية، من الأطباء، من رجال الأمن، من مختصي السياحة، من مختصي المالية والبنوك، القطاعات الوزارية التي يسهر السادة الوزراء على انتدابهم. هؤلاء يتشرفون بدل الشرف شرفين، شرف أن يحجوا وشرف أن يخدموا ضيوف الله تعالى. يا سلام يا سلام سيدنا أصحابي، الله الله، والسلام على الخليل لبناني، والسلام على الخليل لبناني. أجراءات هذو رحنا رايحين تقريب 200 شخص رايحين تم، وعندنا تجربة خاصة في القضية هذه تقريبا من سنوات، وحنا نروح ونجو الناس واجدين. الحماية دارت الدور نتاعها، كل مرة دير دورها كامل خلاص، وتوصيات عندها توصيات معهم. ما كانش اللي يروح باش يحج ولا غير يروح يدور ولا يحوس، يروح يلها بالحجاج، والحجاج مأمنين في الدولة وفي الحماية بصفة عامة. عليها أنا نقول هذا العام تنظم أحسن، العام هذا الأمور يكونوا أحسن من العام اللي فات. والوزير ثاني أعطينا إجراءات ونطبقوها، الوزير دار الإجراءات اللي يليق. أنا نقول هذا العام أحسن من العام اللي فات ولا السنين اللي فاتوا. ولتوفير العناية وتطبيق المعادلة، كان لوزارة الصحة الدور الفعال في توفير المرافقة الطبية الضرورية، فقد تم توفير أكثر من 115 طبيباً ومساعداً في هذا الخصوص. إجراءات هي إجراءات عادية. العام هذا كان 115 مهني من صحة، فيه الأدوية، فيه الفاكسة، فيه مرافقة للحجاج في الطائرات. كل هذه يعني لصالح الحجاج، وإن شاء الله يروحوا بخير ويجيوا بخير. وللمديرية العامة للأمن الوطني دور أيضا كبير في تنظيم إجراءات الحج، حيث عمدت هذه السنة إلى تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالحج وتفعيلها قبل موعد الرحلة من أجل تجنب أي تأخير. وقد أكد في هذا الصدد لحسن حسين رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية على مستوى مطار هواري بومدين بأن مجهودات هامة تقوم بها أعضاء الفرقة، وذلك لتسهيل دخول وخروج الحجاج في أحسن ظروف. القيادة العليا للأمن الوطني وعلى رأسهم السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني قد سخرت جميع الإمكانيات، سواء منها البشرية أو المادية أو التقنية، لإنجاح هذا العرس الديني. ودائما في إطار تنفيذ التعليمات والتوصيات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني بخصوص هذه الفئة من المسافرين وهم حجاجنا الميامين، فقد في كل مرة يحث على تقديم كل التسهيلات لإنجاح هذا العرس الديني كما قلت، حيث هذه السنة إن شاء الله سوف، وهذا نؤكده بالنسبة لحجاجنا الميامين وإلى عائلتهم، بأنه تلك الطوابير التي كانت تشاهد من قبل أمام شبابيك المراقبة أصبحت من الماضي، بحيث الحاج حاليا يدخل مباشرة إلى قاعة الركوب. أما الإجراءات الشرطية فهي تقام من قبل، أي كل الإجراءات تقام من قبل من قبل أفراد الفرقة الثانية من خلال المجهودات التي تبذل يوميا لتسهيل دخول وخروج الحجاج في أحسن الظروف. إمكانية تم توفيرها لإنجاح هذا العرس الديني صدر من ناحية الأفراد أو من ناحية الإمكانيات التقنية أو المادية، حتى تمر الظروف صدر دخول الحجاج تاعنا في أحسن الظروف. وحاليا كما تلاحظون وتشاهدون فإن الحجاج يدخلون بكل سهولة إلى قاعة الركوب دون أي عائق. الفرقة الثانية تتكون من 2000 شرطي، كل 2000 مجندين لخدمة هؤلاء الناس.
وحرصا من الدولة على السير الحسن للعملية، شددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على ضرورة توجه الحجاج في أقرب الأجال إلى الوكالات المخصصة لتسلم تذاكرهم، لأن تأخرهم في اقتطاع التذكرة في الرحلات الأولى سيؤدي إلى اختلال في برمجة الرحلات المسطرة من طرف وزارة النقل المتمثلة في الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية السعودية، وسيؤثر ذلك على العملية، وستكون صعوبة في البرمجة، مع العلم أن كل الرحلات الأولى تتجه نحو المدينة المنورة إلى غاية 9 سبتمبر المقبل، بعده كل الرحلات تتوجه إلى مطار جدة ثم إلى مكة المكرمة. بل والسهر على أدق التفاصيل من أجل تسيير هذه الرحلات المباركة الإيمانية إلى تلك البقاع الطاهرة. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، وإننا في هذا اليوم الذي نعيش فيه مغادرة أول رحلة من رحلاتنا الجوية التي بلغ عددها 108 رحلة والموزع على 5 مطارات عبر تراب الوطن، نريد أن نقف وقفة صدق لنشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في تهيئة الظروف لهذا الحاج الكريم. ومن ضمن الإجراءات التي عملت عليها الهيئة الوصية أن لكل طائرة سيرافقها 4 مؤطرين، 2 من الحماية المدنية، طبيب، بالإضافة إلى مرشد ديني، إضافة إلى وجود خلية تنسيق في الجزائر لتتواصل مع البعثة الجزائرية في البقاع المقدسة. 200 شخص رايحين هذا العام. التعليمات هما باش يكونوا في 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 القائمه هذه، يكونوا عندهم دور فعال، ممكن يكون مرض ولا هذا، يكونوا هما واقفين معهم. الحجاج تاعنا ماهمش ساهلين، ان شاء الله هذا العام يكونوا احسن ونكونوا في 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 خدمتهم. ونشم بكورها الله يا الله، على 3 و4 كما يقولوا ديزينيتي بيريفيريك، اسمها وحدات بيريفيريك، وحدات خارجيه هكذا تاع الفنادق، نخدموا على مستوى الفندق، نشوفوا نتابعوا المريض اللي عنده متاعب صحيه ولا عنده مشكل في الدواء نعطيو له الدواء، والا كان المشكل ما قدرناش نحلوه احنا كطبيب عام مع الممرض تاعي، نوجهوه الى المركز لونيتي سنترال، هذه الوحده المركزيه. كفلوا بكل المرضى اللي كاينين في مكه على مستوى بغى الدواء يجيبوا معاه ولا ما يجيبوش معاه، حنا نتكفلوا به باش نعطوا له الدواء تاعو، والاطباء نعمروا لهم، كاين دي جيلي سبيسيال نعمروا له باش هما يخرجوا للفنادق، يعني وين ماشي الحاج يجي للبعثه، لازم الطبيب هو اللي يروح ليه للفندق تاعو، ماشي الحاج يجي للبعثه، لا، لازم الطبيب يروح ليه في المكان تاعو وين هو مقام، يعطي له الدواء تاعو، وإلا كان هذاك الإنسان يتنصب لحاجة واحدة أخرى اللي تكون تفوت يعني قدرات الطبيب، كاين يبعثوه للبعثة، والبعثة تتكفل به بسيارة الإسعاف يدوه للمستشفى القريب في المدينة. ومن بين الخدمات الجديدة التي تم إدراجها خلال هذا الموسم ضمان خدمات الإطعام الذي ستشرف على سلامته كذلك البعثة الطبية. هذه الخدمة التي تتحسن من سنة لأخرى بفضل التجربة المكتسبة في الميدان، والتي تفرض على أعضاء البعثة إدراج طرق جديدة في الميدان تتماشى وظروف موسم الحج وخصوصياته. فيما يخص الإجراءات الجديدة التي أطبقت هذه
السنة أو التي استحدثت هذا الموسم بحول الله تعالى، هي أولا فيما يخص السكن، تتم عملية الإسكان من الجزائر بالتوالي، فكل الحجاج سيجدون على مستوى نقاط الخطوط الجوية الجزائرية أين سيقتنون تذاكر السفر سيجدون نقاط خاصة بالديوان الوطني للحج والعمرة يتم من خلالها حجز غرفهم في مكة المكرمة. كما سيتم هذه السنة يعني التعرف على الغرف من الجزائري، كما سيتم هذا الموسم بحول الله تعالى وقوته، سيجد الحجاج وهم منطلقون في رحلاتهم عددا من 4 إلى 3 هم مرافقون يرافقون كل رحلة، مزودين المرافقين بلوح إلكتروني يضم معلوماتهم والبيانات الخاصة بالحجاج، وذلك لتفادي الإشكاليات العويصة التي كانت تواجه كل موسم من بينها قضية التائهين وغيرها. من جديد هذا الموسم كذلك هو الإعاشة، سيوفر الديوان الوطني للحج والعمرة برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة حفظه الله تعالى، سيوفر وجبة عشاء ساخنة لكل حاج كما وجبة فطور بإذن الله تعالى طيلة موسم الحج، كما سيوفر الإطعام في المشاعر وفي المدينة المنورة. جديد المشاعر هذا الموسم كذلك فيه تميز في المشاعر وفيه تكفل حسن وجيد بحجاجنا الكرام، يتمثل في استحداث خيم ماليزية هيئتها أحسن من الخيم التي كانت في السنوات الماضية، مكيفة تكييفا صحراويا حتى توفر أجواء طيبة لحجاجنا الميامين. وقد شدد الديوان الوطني للحج والعمرة على ضرورة القيام بالمهمة على أحسن وجه، خاصة وأن نسبة 70% من الحجاج الجزائريين هم أشخاص مسنين غالبا ما يعانون من عدة أمراض مزمنة، وأن الأطباء 3 الذين يشرفون على المهمة بكل من جدة ومكة والمدينة سيقومون بتقييم دائم في الميدان، وكل تهاون يعرض صاحبه إلى العقوبة. فنرى أن الطبيب يبذل قصارى جهده، الطبيب ينشط نشاطا غير اعتيادي في تلك البقاع المقدسة لإعطاء خدمات صحية للعناية الصحية بمرضانا. فقلت أن القطاع الصحة وبعد تلقيه توجيهات في المجلس الوزاري المشترك بادر بإضافة عدد أعضائه ليشمل بعض المتخصصين في أمراض مختلفة، وبالتالي فالاحترازات تؤخذ والاحتياطات ولله الحمد والمنة اتخذت من أجل الحفاظ على حجاجنا الميامين، الحفاظ على سلامتهم، وأيضا التدخل في الوقت المناسب. وأيضا نرى أن الصيدلية المركزية كل سنة تقوم باقتناء أدوية لهذه الأدوية الموجهة لبعض الأمراض المحتملة يعني خاصة منها المعدية، ونرى أن جهدا يبذل في هذا القطاع. فبعدما كنا نلحظ في سنوات خلت بعض الحجاج من أمراض العقل وأمراض مزمنة، نرى الآن أن الأمر أصبح يعني هذه الأنواع من الأمراض أصبحت في خبر كانت أصبحت من الماضي. فهناك لجان موزعة عبر مستوى الولايات، موزعة على مستوى الولايات، تقوم فعلا بفحص دقيق للمرضى، وإذا ما سجلت بعض الأمراض يقصى هذا المريض. وكما لاحظنا هذه السنة وصرح معالي وزير الصحة والسكان أن هناك 30 حالة أقصيت هذه السنة من الذهاب إلى البقاع المقدسة، وبالتالي نقول أننا ندعم هذه المبادرات، ندعم هذه الأطقم الطبية ونشجعها على مواصلة وندعوها لمواصلة عملها في الرعاية المثلى الصحية لحجاجنا الميامين. وقد شرعت مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية في استقبال الحجاج، وانطلقت أول رحلة من الجزائر العاصمة من مطار هواري بومدين يوم 26 أوت الجاري، وقد وزعت الرحلات عبر كل طائرة والتي سيرافقها 4 مؤطرين. كانوا يجبدوا لي باسبور نتاعهم ويجبدوا لي كارت دومباركمون، عندهم بالنسبة بالاسويت عندهم شيركوي يعقبوا عليه، يعني باليزي ما يقدرش يخرج منا ولا منا، وين عنده تاع الصحه يعني لي سيرفيس تاع الصحه يفيريفيو الاخر لي فاكسان تاعو ولا دار لي فاكسان سيتويت تاع الموبيل اللي في الحج، كاين يعني عده
جاء عدة يعني ناسيوناليتي اللي يروحوا لتما يتخلطوا مع الاخر، دونك لابد يكونوا الحجاج تاعنا مديرين لي فاكسان باش ما يصراولهمش امراض تما. ومن ثم بعد ذلك يروحوا للبنك، لان كل حاج قبل ما يجي للمطار يكون راح للبنك حط الدينار يجي لهنا باش يعطيوه الصك نتاعو لو شيك تاع بالعمله الصعبه اللي يصرفها في البقاع المقدسه. من بعد كاين ديوان الحج يعطي لهم بعض الارشادات باش في الحج كيفاش يديروا مع المسؤولين اللي ثم باش الى توضروا الى اخره، وكيفاش يديروا مناسك الحج الى اخره. من بعد يتوجدوا بالباجاج تاعهم يروحوا يدفعوهم ويدخلوا لونجيسترمون. يعني الحاجه جديده يعني السنه والعام اللي فات هي ان بالنسبه للشرطه الاجراءات يعني تاع الشرطه تاع الكونترول ما يندار تندار من قبل، لان الشرطه يسمى تدي الباسبور من قبل ولا كارت دومباركمون من قبل، تشوف الفيشي قبل ما يكون الحاج لهنا. كي يكون الحاج لهنا يعقب ديريكت، يشوف غير الباسبور تاعو باللي دار لي فورماليتي ويمشي، ما يبقاش يحبس كيما بكري يستنى حتى يشوف الفيشي وينسيتويت. الاجراءات تاع الشرطه تكون مخدومه من قبل، هذه تسهيلات كبيره دارتها يعني الشرطه للحجاج. كما عملت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اتخاذها كل التدابير اللازمة لتحسين وضمان رحلات الحجاج الجزائريين إلى بيت الله الحرام. كل رحلات مبرمجة، كاين الأيام اللي فيها أربع رحلات، كاين اللي فيها خمسة، كاين اللي فيها زوج إلى آخره. لأن علاش ما تنساوش باللي الخطوط الجوية الجزائرية تطلب من السعودية باش تعطيها يعني عدد الرحلات اللازمة باش يقدر تدي المسافرين. ما تنساوش باللي في الحج كاين ثاني كل دول المسلمة يبعثوا ثاني رحلات وغير مسلمة، لأن كاين مسلمين اللي عايشين في الدول غير مسلمة يبعثوا الحجاج إلى آخره. دونك ما نقدروش حنا ما اختاروش يعني يعني السوايع كما نحبوا. يعني الخطوط الجوية تطلب من السعودية باش تخصصها وعلى حساب يعني لي زوتوريزاسيون تبرمج الرحلات نتاعها وتبيع التذاكر على حساب البرنامج اللي تكون خطاته ووافقت عليه يعني السلطات السعودية. تقريبا 46 رحلة، يعني منها 26 تاع الخطوط الجوية الجزائرية و20 تاع الخطوط الجوية السعودية اللي راح يديروهم في مطار الجزائر. أما بالنسبة لعدد الحجاج اللي نتكلم على اللي يروحوا على مطار الجزائر، عندنا تقريبا 12900 حج اللي يروحوا على مطار الجزائر. محرابي الله يا الله ونزور النبي الله يا الله صاحب المحرابي قد بلغ العدد الإجمالي لزوار بيت الله الحرام لهذه السنة 28800 حاج جزائري مقسمون بين الديوان الوطني للحج والعمرة وبين حجاج الوكالات التي تتمثل في 45 وكالة سياحية منها وكالتين عموميتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجراءات هذا العام كانت إجراءات هائلة من جميع النواحي، من داخلية للبنك المركزي للحماية المدنية للسونتي، يعني كانت يعني ما شاء الله كانت إجراءات هائلة وبسرعة وبنظام، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله باش نجيبوا حج مبرور إن شاء الله وذنب مغفور ونكونوا أحسن تمثيل للجزائر. أنا رحت في 2011 مع السنة مش كيف السنة لبس استقبلونا ما شاء الله، وسناني راجع داي الزوجه ان شاء الله نحججها ان شاء الله. يعقوب عليكم ان شاء الله كاع ونطلبوا الخير للجزائر كاع. كما تم ادخال معالم استراتيجيه مستقبليه لتسيير موسم الحج والعمره، والتي اعتمدت بدءا من هذا الموسم على الدعائم الالكترونيه. وفكر الديوان في إنشاء فضاء إلكتروني العام المقبل يضم قاعدة بيانات خاصة بالحجاج يتم تسجيلهم بمجرد الانتهاء من إجراءات القرعة، ليتم تصنيفهم في خانة تخص السن والحالة الصحية. تلقينا هذه السنة أن هناك مسارا إلكترونيا ستدخل فيه بعض الدول إجباريا كدولة أندونيسيا وتكون محل تجربة، وأما باقي الدول فاختياري بالنسبة لها، هذا المسار اختياري لنا، فنحن أخذنا الاختيارية فبدأنا اختياريا من أنفسنا ننظم وندخل في هذا المسار. ثم بعد ذلك
تم إجبار جميع الدول من أجل الدخول في هذا المسار، فوجدنا أنفسنا مهيئين لهذا المسار ولهذا الإجراء الجديد، وكنا سباقين ولله الحمد والمنة. وهذه بداية، نسأل الله عز وجل أن يجازي كل من ساهم فيها ومن حضر لها. كما عمل ديوان الحج والعمرة على توفير نظام خاص تم إعداده لإنجاح العملية التي يعول عليها كثيرا لتخفيف من معاناة الحجاج الجزائريين التي كانوا يواجهونها في المواسم السابقة، خاصة تلك المتعلقة بتحديد أماكن الإيواء والتي كانت تتم بالبقاع المقدسة وتأخذ وقتا كبيرا يزيد من متاعب ومعاناة ضيوف الرحمن. وأنه تم انتداب عن كل ولاية مشرف أو مشرفين على هذا النظام الذي لا يحابي أحدا ولا يميز أحدا ويعطي الفرصة للجميع. كانت كل كان كل سهل، يعني ما في أغالجيري كي راح ناخد جنشولي بيتو لا لا في غيتي دارونا هكذا ولا غير، يعني الحمد لله فرحوا بينا ودارونا كل شتمتم مام سيتي بريفو ان ريزيرفي ولو 28 ولا لو 27 ولا طلع هما قالوا لنا كاين فول لو 26. جينا في يعني الاخ واش نقول لك، كانت الاجراءات كانت جد جد ممتازه، والله انا هضر لك يعني بصالي بقلبي اقسم بالله كانت جد ممتازه، يعني ما لقينا حتى صعوبات والوقت كان قصير جدا جدا، لان باش نكونوا يعني جو السفر بيومتري طلب لك مشغله، يعني ربي سهل الامور ما نقول لك اسبوع، كان لنا جواز سفر بيومتري وكان لنا جواز الحاج وقارب 15 كانت لنا الفيزا التأشيرة، وكنا من الأوائل، وكنا حاسبين روحنا حنا كنا حاسبين روحنا حنا من الأواخر، حاسبين روحنا في الأوائل، يعني باك جينا باش نريزافيو قالوا لنا يعني قلنا لهم باش نروحوا الفيديو قال لا كاين فول 26 الآخر. إذن وأمام الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الجزائرية لإرضاء حجاجنا بالبقاع المقدسة والتي اتخذت شعار خدمتك قربى إلى الله، وجب على ضيوف الرحمن الالتزام بمختلف التعليمات والتوجيهات التنظيمية وأن يتطوع في عبادته كما يفعل في بلاده بإعانته لإخوانه وإثاره والكلمة الطيبة والصبر على المشقة وغيرها من المعاني حتى ييسر على نفسه حجه ويخفف عنه المشقة التي تعترض الحجاج في أداء حجهم، فحجا مبرورا وذنبا مغفورا لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن. بيحفظ بلادنا إن شاء الله ومن جميع الأعداء، وإن شاء الله ندعيو لتما الجزائر والأبناء الجزائر وخاصة الشباب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا. لحد الآن كل الدلائل توحي بأن موسم حج هذه السنة سيكون بإذن الله استثنائيا مقارنة بموسم الحج للسنة الفارطة. كانت معكم سهام ساهل من قناة المقام مطار الجزائر للحج والعمرة. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله.